أنا الله يشهد عليه، الله يشهد عليه، يجوم عيد بعدني ما ماخذ، الله يشهد عليه. هاي سعاني كلها طب الملا تاخذي، يجوم عيد أنا بعدني ما ماخذ. والقرآن كاين. وجوه كالحة سلبت الظروف ملامحها الباسمة، فلا عيد لهذه الطبقة الكادحة، فربما يختلفون في ألوانهم إلا أنهم تشابهوا بالمعاناة، كل واحد منهم يجري يسابق الزمن للحصول على لقمة العيش اليومية، ليأتي العيد بحظر تجوال أقعدهم من مزاولة عملهم، وبذلك أفقدت التعليمات الوقائية نكهة العيد. زين يعني شو اسوي؟ انا حيوة بالمصرف مال البيت، حيوة بالحليب، حيوة بالحفاظات، يعني حيوة بالمسواق، المصرف بلاش كليت انا عليه. يعني شو اسوي مثلا؟ قبل كنت اطلع، 50 60 70، لو باكر تطلع 80 على الاقل، يعني ما حيوة بالمصرف مال اجا. يعني قول مثلا 30 مصرف البيت، ومثلا 40 اضمن للايجار. يعني اجمع بالقاصة، اجمع وطيل ابو الايجار اصعب الساعه. يعني تنسى قاعد لا اطلع خارج قد، يعني قبل كنت اطلع 80 70، هسه لو 5 لو 10. الله يشهد علي بحق الحسين، لو 5 لو 10. وعند مبارك عليكم ان شاء الله وعلى امه محمد وعلى الاسلام ان شاء الله. ما اقدر احكي بعد. عائلة أبو محمد استقبلت هي الأخرى عيد الفطر بدموع العوز والحاجة المادية، يشكون حالهم إلى رب العباد، فلا معين لهم سوى حفيدهم ذو 14 عاماً بأجر يومي، حيث تقول أم محمد أن المبادرات الإنسانية كانت ميلادهم بأيام حظر التجوال. أنا وهالحكي هذا قاعدين بهالبية 52، وحنا تعبانة كلش، وما عدنا حتى بيت على ايمالة العواق، حتى مالة العواق ما طلعت لي، بقيت يمكم ويم الله ويم اهل بيت الرحمه ويم الخيرين. كلش الموضوع متعب، انا ما احكي بصوره خاصه عن نفسي، لا احكي بعموم الوضع. هواي ناس مثل حالتي واتعس واتعس واتعس، كان الحمد لله والشكر ماشي بالخط الانساني، بدنا نقدر نساعد بعض الميسورين، عن طريق بعض الميسورين نساعد الناس، لكن الوضع العام مأساوي. فنرجو من حكومتنا، من المسؤولين، من أصحاب الشأن الالتفات لهذا الموضوع. الوباء خطر صحيح، لكن الفقر والعوز أخطر. الزيارات بين العائلات تفقد لذتها بعد أن غيبها الوباء بظروف استثنائية فرضتها كورونا، التي خلفت آلاف الوفيات وملايين الإصابات بالعالم. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.